هنا وبهذه الوحدة يتم تصنيع أجود أنواع المكيفات الهوائية، ويرجع ذلك للعمل الكبير على مستوى ورشات الإنتاج واحترام المعايير المعمول بها، وكذا السهر على تطبيقها ضمانا للمنتج وراحة المستهلك. فمكيفات علامة أركودين ميديا بمختلف أنواعها تتميز بتحملها للحرارة العالية، وتعتبر اقتصادية في استهلاك الطاقة، إضافة لكونها صديقة للبيئة. عملية التركيب تتم وفق خطوط الإنتاج على مستوى الوحدة المخصصة لذلك على يد عمال مؤهلين وتحت أعين رقابة مهندسي الشركة. مرحبا بكم في شركة أركوديم الممثل الحصري لشركة ميديا الجزائر. الآن رانا متواجدين على مستوى وحدة تجميع المكيف الهوائي. الوحدة مختصة في تجميع المكيف الهوائي بأنواعه. هنا ننتج مكيف الهوائي من نوع انفرتر ومن نوع تروبيكال، اللي هي نوعين من احسن الانواع الموجوده على مستوى السوق الجزائريه. العلامه علامه رائده في الانتاج، والسمعه نتاعها في السوق الجزائريه سمعه رائده. ان شاء الله اليوم راح نتعرفوا على مراحل الانتاج داخل الوحده، اللي يتكون من خطين للانتاج، خط للوحدة الخارجية وخط للوحدة الداخلية. فيما يخص النوع اللي رانا بصدد التجميع نتاعو الآن، هو نوع انفرتر اللي هو اقتصادي للطاقة وعنده خصائص صديق للبيئة، وهذا من أحدث الأنواع التي تسوق في الأسواق العالمية حالياً.